هشام ايدي. ابي اعرف انا، ممكن تفهميني شو اللي صار؟ ممكن تهدى شوي؟ انا ما رديت لانه تليفوني كان سايلنت. كم مره قايلك ما يكون سايلنت؟ كم مره عيد كلامي جمان؟ ما شاء الله قاعده ضحك. ما كان في شيء، ما في ضحك ولا شيء، احنا كنا قاعدين بس قاعد نسوي الشغل اللي ورانا. وهم قاعد تكذبين؟ شوف عيوني قاعد اشوفك قاعد تضحكين وقلباتها دوانيه. جمان لا تنرفزيني، قاعد احاكيك انا، يا تقدمين استقالتك يا طلع من البيت ماك، فاهمه ولا لا؟ وايد عطيت سويف هالسالفه انا.